لما ولادنا بيبنوا بلدنا عايزين مصر تقوم وتعدي وسط الصخر بينحتوا فيه فيهم روح وعزيمة وتحدي لما بيزرع وسط الصحراء شايف بكرة مليان خير عايز يبني بيده يصنع أصل دي مصر وخيرها كتير نبدأ بس الأول وإحنا هنبقى معاك من كل مكان قوم ونحدى ظروفك يلا لازم تبقى من الجدعان لازم تبقى من الجدعان لازم تبقى من الجدعان الجدعان. أهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامج الجدعان. احنا مع حضراتكم لليوم الثاني على التوالي في معرض أجرينا الدولي في مركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية. ده أهم المعارض المتخصصة في الإنتاج الحيواني والداجني والسمكي، هي الثروات التي تنتج لمصر البروتين الحيواني. دي الدورة رقم 24، يعني أجرينا بقاله 24 سنة بيخدم قطاعات الإنتاج الحيواني والداجني والسمكي. حلقتنا النهاردة فيها لقاءات مهمة جدا مع جدعان هذه الصناعات. خليكم معانا في حلقة هامة جدا من معرض أجرينا. تشاهدون في حلقة اليوم. راح كده أقول لنا إزاي نطور العنابر دي، خطتنا إيه؟ نجيب مساعدة من البنك المركزي يساعد المربي الصغير. بستخدم تقريبا 40% من مكونات العلف برسيم حجازي، لما هاجي اخلطه هيبقى فيه صعوبة في التجانس فمش هيديني الغرض، فبالتالي غصب عنه هيطلع ارنب فيه فرق. احنا عندنا مصنع في مصر، في سوريا، السودان، استفدنا من موقع الجغرافي للبلد، وغير ده كله ان احنا مش بس بصناعتنا خففنا من الدولار اللي عم يطلع بره بالاستيراد، لا ده احنا جبنا دولار للبلد برضو من خلال التصدير. اكبر مشروع دواجن في الشرق الاوسط بالكامل، حجم الاسمار 2 مليار دولار. 70% من التكلفه علف، بل ممكن تعدي دلوقتي. حضرتك بتصنع الهيتر والمبردات الخاصه بمزارع الدواجن والصوب الزراعي. انا ماشي مع التطور. ايه اللي خلى النائب محمد الصالحي يتجه بعد تخرجه من كليه الطب البيطري الى هذا المجال؟ حضرتك النهارده من اهم الناس اللي بتوفر كل خامات العلاف، اضافات العلاف من اكبر شركات العالم. الان تشاهدون. راح كده اقول لنا ازاي نطور العنابر دي، خطتنا ايه؟ محتاجين مساعده من البنك المركزي يساعد المربي الصغير. بستخدم تقريبا 40% من مكونات العلف برسيم حجازي، لما هاجي اخلطه هيبقى فيه صعوبه في التجانس فمش هيديني الغرض، فبالتالي غصب عنه هيطلع ارنب فيه فرق. احنا عندنا مصنع في مصر، في سوريا، السودان، استفدنا من موقع الجغرافي للبلد، وغير ده كله ان احنا مش بس بصناعتنا خففنا من الدولار اللي عم يطلع بره بالاستيراد، لا ده احنا جبنا دولار للبلد برضو من خلال التصدير. اكبر مشروع دواجن في الشرق الاوسط بالكامل، حجم الاسمار 2 مليار دولار. 70% من التكلفه علف، بل ممكن تعدي دلوقتي. من سنتين تقريبا نبهنا في برنامج الجدعان لخطورة عدم توفير الدولار لاستيراد قطعان جدود دواجن التسمين اللي بتنتج أمهات التسمين، اللي بتنتج كتكوت التسمين اللي بيربيه أصحاب مزارع الدواجن وبيشتريها المستهلك النهائي. وحذرنا كمان من نقص أعداد قطعان دواجن البياض اللي بنربيها الإنتاج بيض المائدة، ووقتها قلنا الأولوية لازم تكون لصناعات الأمن الغذائي وتوفير البروتين الحيواني. ده باختصار سبب ارتفاع أسعار كتكوت التسمين حالياً اللي هو أساس دورة الإنتاج الداجني، وارتفاع سعر كرتونة بيض المائدة لأن بقى في ندرة في أعداد كتكوت التسمين، والشركات الكبرى بتسكن عنابرها أولاً من الكتكوت اللي بتنتجه، وبالتالي مزارع صغار المزارعين اللي بيتحكموا في 60 ولا 70% على الأقل من الإنتاج الداجني في مصر مش لاقية كتكوت تسمين. وشركات البياض
بتسكن عنابرها بدواجن البياض وبتربيها في مزارعها، تمهيداً إنهم يرجعوا تاني بقوة للإنتاج بدءاً من الربع الأول من العام 2025. وطبعاً في الوقت ده هيبدأ نزول الأسعار الخاصة بدواجن التسمين وبيض المائدة، مش قبل كده. دلوقتي هنكمل رحلتنا في معرض أجرينا الدولي 2024 لصناعات الإنتاج الداجني والحيواني والسمكي. واسمحوا لي نتفق إننا لازم دايماً ندي الأولوية للغذاء وصناعات الدواجن والأسماك والإنتاج الحيواني، لأنها في مقدمة صناعات الأمن الغذائي المصري مهما تعرضت لأزمات خارجة عن إرادة أهلها. تعالوا في بداية حلقتنا النهاردة نقابل المهندس إبراهيم الرفاعي رئيس شركة تكنوكيج لتصنيع بطاريات الدواجن، عشان نتعرف على الموديلات اللي بيقدمها لمربي التسمين والبياض. رأيك النهاردة من أكبر مصانع في مصر، صح ولا لا؟ مصر. صناعة وطنية محترمة، بنعمل عنابر بمستوى عالمي، عالمي حرفيا، لا محتاجين من ألمانيا ولا محتاجين من أمريكا. براحة كده قول لنا إزاي نطور العنابر دي، خطتنا إيه؟ احنا مبدئيا هنقسمها لجزئين. خلينا نقول ان في مربي يعني متوسط او تحت المتوسط، في مربي دلوقتي بقى فوق المتوسط. هنتكلم على المتوسط. اول كلمه نقولها له، اقلب من ارضي واشتغل بطاريات. تمام. النهارده التكلفه بقت عاليه، عشان تقدر تنافس مش هتعرف تنافس بالارضي. قول لنا مساحه الارض عندك قد ايه، قول لنا مساحه العنبر قد ايه، هنبعت لك حد يعاين ويشوف وضع المقاسات والموديل اللي ينفع يديك الأكبر كفاءة عندك، وبعد كده نقولك ينفع عندك موديل إيه عندنا في الشغل. موديل وفي موديلات للعنابر؟ إحنا عندنا 9 موديلات. أنا اللي بختار الموديل ولا حضرتك؟ أنا بديك الحاجة اللي هتمشي في مكانك. هقولك العنبر ده ينفع بطاريات هرمي يشيل معك 15,000، إيه المشكلة يعني؟ ابدأ ب15,000، المرة الجاية اللي هتكسبه من هنا تعمل أنت عنبر جديد يشيل 50,000. بس ابدا، خلي في خطوه بدايه، بدل ما تيجي تلاقي السوق انت طلعت منه. طيب، حضرتك بتبعت للمهندسين يرفعوا المقاسات ويحددوا الشكل الامثل او الموديل الامثل اللي يناسب العنبر بتاعي. مظبوط. وبعدين بستلم في خلال قد ايه؟ بتبقى معايا قد ايه؟ بتشغلني ازاي؟ هو موضوع الاستلام ده، التمويل ازاي؟ بالراحه كده اشرح لنا. لو عنبر مثلا بتتكلم في عنبر 15,000 طائر، موديلات مثلا نص اوتوماتيك او يدوي، ممكن اسلمه لك في 45 يوم، في شهرين. لو اوتوماتيك مثلا كامل فعنابر صغيره هيوصل لثلاث اربع شهور. هو على حسب انت مديني العنبر عامل ازاي. ما انت لو مديني العنبر مقفول وجاهز، انا شهرين اكون بخلص لك العنبر. اللي فوق المتوسط، اللي هو مثلا جاي من بره وعايز يطور ثلاث اربع عنابر بتاعت اسرته، او واخد ارض وعايز يبني عليها اربع خمس عنابر، الشروط والضوابط عشان اعرف اشتغل في صناعه الدواجن. هو دلوقتي انت عندنا القطاع الجديد او اللي بقاله سنتين ثلاثه انا بقيت شايف قدام عينيا، لدرجة ان انا مش هقول لك انا ممكن ما بنامش من تحت راس القطاع ده. انا بقى مثلا دلوقتي عندنا عايزين لك ما تنامش بس اشتغل. الحمد لله، الحمد لله على كل شيء طبعا. يعني احنا بنحاول نكبر في المصنع ونزود موظفين ومهندسين، ونحاول على قد ما نقدر نضغط يعني. وهقول لك المفاجأة الاخر في اخر اللقاء اللي احنا عاملينها الجديدة، عشان برضو في الاخر نوصل ان احنا نرضي العميل على قد ما نقدر. في عميل معاه فلوس او واخد مبادرة وعايز يشتغل، بس عايز اللي يسهل له الموضوع. انا النهارده بقول له هات لي 50 فدان، هات لي 30 فدان، في وسطهم هنعمل 5 فدادين ونص، بنعمل لك فيهم 5 عنابر او 4 عنابر يشيل 200,000. ده قطاع كبير دلوقتي كده. في الاخر هو بيقول لي مثلا انا عايز كل اللي عاوزه 5 فدادين، 5 فدادين ونص بالظبط، واعمل له مزرعه نموذجيه تشيل 200,000. ولازم يعمل حاجه مهمه جدا جدا، يروح الهيئه العامه للخدمات البيطريه. أيوة. ياخد قرار بعد وقاية عشان يحمي نفسه من اللي حواليه. دي أهم حاجة. لو حد بقى ما يضرش نفسه وما حدش يضره. بالظبط كده. ابعد عنه. عندك مشكلة بقى أنت في الحتة دي، لا خد لي حتة بقى 100 فدان، خد لي حتة 50 فدان، اعمل المعنابر في وسطها، يبقى عندك أمن حيوي حواليك جوه أرضك. حوالي قد إيه للتسمين؟ كيلو ونص؟ كيلو و300، كيلو ونص. والبياض؟ لو عايز تشتغل في البياض. البياض جنب التسمين ولا بياض جنب البياض؟ لا لا، البياض جنب بياض. البياض لوحده مثلا عايز برضه بتاع كيلو مثلا. عايز كيلو. أو أقل شوية. طيب، نتكلم في التكاليف. دي بطاريات ما شاء الله، انا طاقتي بتضاعف مرتين وثلاثه، واكيد التكلفه هتبقى عاليه. أهم صح ولا لا؟ اهم حاجه التكلفه. هجيب راس المال، انا عارف ان انا هجيبه سنه ولا اتنين هكون جايبه وهبدا اكسب مكسب صافي، ولكن التكلفه كام النهارده؟ التكلفه النهارده خلينا نقول، انا كنت على طول قبل كده بقول بالمصري التكلفه مثلا عندنا سي 50 جنيه 100 جنيه، انا دلوقتي تكلفتي 120 جنيه،
بس انا الايام اللي احنا فيها دي ممكن بقت سريعه شويه، رتم الحياه سريع، ساعات الدولار بيتغير بيعلى بيوطى، انت شغال رينج ما بين 2 دولار و1 من 10 ل 2 دولار و2 من 10، ده سعرنا المتداول دلوقتي ده للبطاريه ارض المصنع للفرخه الواحده. بس السعر اللي انا بقوله لك ده، ده على اعلى موديل عندنا اللي هو سلك مجلفن على الساخن، سيور ايطالي، نبل نظيف، صاج جلفان عالية. لا ما انا عايز كله يشتغل نظيف، انا عايز كل العنابر. ما نقدرش نعمل كده، ما احنا في ناس لو انا قلت له الرقم ده هيقف مش هيشتغل، هيسمع منك ويمشي يروح يربي ارضي برضو. عندي ناس كتيرة بدأت بخمس تلاف وعشر تلاف طائر، النهاردة بيعمل تلات اربع خمس عنابر 200,000 و250,000 ما شاء الله. في ناس اللي قاعدين حوالينا دول كده يعني عاملين كده وبادئين معايا بعنابر صغيرة. بص ده وقت ان احنا نبني في الصناعة، مش عمال نقول في أزمة، لا ده وقت نبني ونأهل نفسنا نبني ونستعد بالعنابر. طبعا مظبوط، طبعا لما الدنيا تزهزة نبقى احنا جاهزين. طيب قلت لي عندي موديل جديد ومش هبيع منه غير لما اعمل سوق كبير جدا، فكرة عامة مش عايز اكشف السر طالما حضرتك محتفظ بيه، ولكن عرفني ايه الفكرة عندك؟ انت قلت لك مكتب هندسي محترم ويطور، وسألتك سؤال قبل ما ابدا اللقاء ده قلت لك هنحتاج استيراد لعنابر من بره، قلت لي لا. هنحتاج استيراد عنابر مستهلكة او مستخدمة من بره، قلت لي لا. اللي عندنا هنا زيرو احسن منه مليون مرة. دلوقتي انا عامل موديل جديد مش هنزله ومش هطرحه في الاسواق الا لما اوصل لألف بطارية. ألف بطارية ده الستوك اللي عندي، المخزون الاستراتيجي زي ما بنقول، ده على طول يعني عندي. اطلب اركب، تطلب تبعت تريلات تحمل، مش تبعت تقعد تحمل بقى في وقت طويل وتركب في وقت طويل. واثق من نجاحها وكده؟ واثق، وعملت ممكن تقول جبنا عربيات تخدم فنيين تروح تركب في المواقع وتتنقل ما بين المواقع. بدانا نعلم فنيين، ويعني سوبر فايزر بقينا يعني بننتج سوبر فايزر دلوقتي عشان يسد ورانا على الموديل ده. فانا طلعت موديل جديد مقاسات ثابته، يعني ما تجيش تقول لي بقى انا عنبري طوله كذا وعرضه كذا. لا، الموديل ده معروف هيطلع لك هو طوله كذا وعرضه كذا، ماليش دعوه بعنبرك، هتاسس عنبرك عليه. انا ماشي دلوقتي الكاتيجوري بتاعي دلوقتي، الزبون اللي بيجي يقول لي انا عايز 200,000 طائر، يلا باشا شغلني فيهم، قول لي عايز تتعقد ازاي وانا عايز 200,000 طائر، ماليش دعوه بقى انت هتعملهم لي ازاي. هو واثق ان انا هدي له حاجه كويسه وهدي له تهويه مظبوطه، ده اللي انا التارجت بتاعي اللي انا ماشي عليه. عشان اعمل له كده فاعمل له موديل يسهل عليه انه يعمل 7 دورات في السنه واكتر، فلازم يكون الموديل سهل ممتنع. انا بلعب على دي دلوقتي، فخلال 3 اشهر كده انا طلعت الموديل وبدات انتج منه واخزن منه. هنعلن عنه واحنا اللي هنوريه للناس، ما حدش هيشوفه غيره. القطاع المصرفي المفروض فيه تكلفات من الدوله ومحافظ البنك المركزي، يا جماعه سندوا قطاع الدواجن ونطور العنابر. احنا في حاجه قصوى، في حاجه ضروريه جدا لكده. لو انا جيت لك وعايز اطور ممكن تدخلني بنك؟ ممكن جدا، انا كل البنوك معانا والبنك الاهلي برضو بقوه معانا في كل محافظات مصر، بس احنا محتاجين يعني البنك المركزي يسهل الموضوع شويه على المربي المتوسط وتحت المتوسط اللي عايز يبدا ويشتغل. محتاجين ضغطه في الحته دي، محتاجين مساعده من البنك المركزي يساعد المربي الصغير. الجدع اللي قدام حضراتكم ده هو المهندس راشد نصر راشد، رئيس مؤسسه راشد لمشروعات تربيه الارانب والنعام والماعز، وهو متخصص في السلالات والبطاريات الخاصة بتربية الأرانب وإنشاء ملاعب النعام والماعز، وكمان الأعلاف المتخصصة خبرة كبيرة وبينفذ المشروعات بشكل علمي لأصحابها ويساعدهم في إدارتها وتسويق إنتاجهم. ركزوا معاه. المهندس راشد نصر راشد، تمام، 29 سنة أرنبجي، أنت راجل بتاع أرانب رغم أن أنت مهندس مدني. تمام. لا أفهم، أيوة. مهندس مدني وحب الأرانب واشتغل فيها. من 29 سنة ليه؟ من الطفولة كان والدي وعمي رحمة الله عليه كانوا عاملين مزرعة أرانب، الكلام ده في الثمانيات، فأنا طلعت غاوي الموضوع حبيته، ابتديت أشتغل طول فترة دراستي. بعد ما اتخرجت خدت قرار إن أنا أعمل مزرعة، أجرت مكان واشتغلت فيه. بعد كده خدت قرار إن أنا أفتح مكتب صغير، إن أنا أأسس عنابر. بعد كده الحمد لله ابتديت بنيت مزرعة، أنا خدت مزرعتي لأرض وبنيتها خاصة بيك. أنت خاصة بي أنا؟ أنت مزرعتك فين؟ أنا مزرعتي في أجا المنصورة. لا هنجيلك، هنجيلك أساسي. شرفني. الأرانب مشروع مهم جدا، تمام، وناجح جدا رغم بالزبط. كثير من الإحباطات اللي بتقول لنا ما تلعبوش في هذا المشروع. بالظبط. كلنا الفيصل، الخطأ اللي بيقع فيه معظم اللي داخل الموضوع إن هو بيسمع إن الأرانب بيبدأ رحلة المليون وإن الأرانب بتجيب فلوس، فهوب بيخش فيها بدون ما يبقى عنده دراسة أو خبرة. طب أديره إزاي صح؟
تديره ازاي صح، ان انت تلجأ لشغل علمي حد خبرة في المجال قدر ان هو يطبق العلم بالعملي وينجح بيه. طيب اللي انا شايفه لما دخلت لحضرتك هنا ان انت حلول كاملة من اول تمام. العنبر اللي انت مصممه او البطاريات اللي حضرتك مصممها لغاية العلف لغاية الادوية، صح كده؟ تمام. هي مش ادوية، هي مكملات غذائية. مكملات غذائية، مكملات غذائية. يعني ما بتستخدمش ادوية خالص في الشغل؟ انا ما بستخدمش ادوية، وهدفي كله ان انا ادي اطلع للمستهلك لحمة خالية من متبقيات الادوية تماما. ولو اضطرينا ان احنا في اي مشكلة في القطيع او حصل اي ضرب واضطرينا ان احنا نستخدم ادوية، لازم ارجع لفترة السحب قبل ما يتم البيع. كل منتج من الادوية المضادات الحيوية لها فترة سحب لازم توقفها، يتكسر فيها، يتكسر فيها، لازم توقفها قبل ما تبيع المنتج. حتى انا عملت شعار اسمه بريمكسك في ايدك حطه في المي، وابتديت اجيب مراجع وابتديت اجيب كلام ناس متخصصة في الموضوع، ان معظم الحاجات اللي بتتحط في العلف هي بتتقص نسبيا بدرجة الحرارة، بتتأثر مع الخلط، لأن علية الأرانب لها طبع خاص إن فيها نسبة ألياف عالية. بستخدم تقريبا 40% من مكونات العلف برسيم حجازي، لما هاجي أخلطه هيبقى فيه صعوبة في التجانس، فمش هيديني الغرض، فبالتالي غصب عنه هيطلع أرنب فيه فرق. طبعا الناس ابتدت اللي تشتغل معنا ابتدت تلاحظ إن فيه نسبة تصافي كويسة، في طعم مختلف للحم. الحمد لله احنا بقالنا 3 سنين شغالين على الموضوع ده، وبريمكسك في ايدك حطه في المية. اللي عايز يشتغل في الارانب يجي يسلمك عنبر تظبطه له بالكامل البطاريات وكل حاجه وتعلمه وتفهمه وتدرب الناس بتوعه. وندرب الناس بتوعه، اهم حاجه عندنا تدريب الناس. وتسويق منتجه اسهل مما يمكن. مشروع تسويق الارانب في مصر احنا مش قادرين. ارانب ولا نعام؟ النعام ابتدى يصعد دلوقتي. تسويق الارانب أسهل كتير جدا من تسويق النعام. مشكلة النعام إن هو محتاج مساحة كبيرة علشان أقدر أستغل فيه. بس إن شاء الله أنا بدعي حضرتك لو شرفتنا هتلاقيني عملت ملاعب صغيرة بمساحات صغيرة، والحمد لله أنتجت، وابتدى عندنا بشار البيض تطلع السنة دي، والحمد لله جايب نتيجة جدا. الملعب 75 متر و50 متر وجايب نتائج. تعالوا بقى نقابل الدكتور حسام الرفاعي رئيس شركة ميماس لتصنيع الأدوية البيطرية وإضافات الأعلاف والمطهرات، وهي شركة سورية اتأسست في مصر سنة 2010، ولكن هم متواجدين في سوريا من سنة 1986. دكتور حسام الرفاعي الميماس. صحيح. الميماس بالسوري يعني الأرض الخصبة، صح كده؟ صحيح. وحضرتك هنا من 2010 بتصنع في مصر أدوية وإضافات أعلاف. صحيح. وبجد أضفت للسوق المحلي، لما تقولي عندي 100 منتج يبقى أكيد أضفت. براحة كده اشرح لنا الميماس بدأ إمتى، منتجاتنا بنصنعها بجودة عاملة إزاي، فكرنا عامل إزاي في تسويق هذه المنتجات. إحنا عندنا مصنع في مصر، في سوريا، في السودان. هي الميماس هي شركة سورية تأسست سنة 1986. في سنة 2010 جينا مصر، بدأنا شغل كشركة بتستورد منتجاتها من سوريا. بعد كده بعدها بثلاث اربع سنين لقينا انه المجال خصب والسوق واعد، واحنا ممكن نزود استثماراتنا في مصر وفي البلد. فبدانا في مصنعنا الاول اللي كان في مدينة العجم من رمضان، عملنا مصنع الاضافات الاعلاف بتاعنا، حطينا الحجره الاساسيه فيه وبدانا شغل. في سنه 2018 قررنا انه نفتح مصنعنا في السودان. بدانا في تصنيع في مصر من خلال المصنع، وصلنا الحمد لله النهارده ل 100 منتج. السنة اللي فاتت فتحنا فرع في عمان، اللي قبلها في سنة 22 فتحنا في الإمارات، وبدأنا نصدر من مصر لباقي البلدان سواء الإفريقية أو سواء لبلدان الخليج. متميز جدا يا دكتور في ميماس من خلال رافع المناعة. تمام. صح؟ صحيح. الناس بتقول هو مش عارفين جواها إيه، يعني فيها كذا مركب مع بعض داخل رافع المناعة دي. بالراحة كده اشرح لنا سر تميز رافع المناعة عندك. في الحقيقة محمد بالأول احنا كشركة بصناعة الدواجن طبعا. بالضبط. احنا بالحقيقة كشركة بنعتمد على موضوع الكومبينيشن والمشاركات الدوائية. يعني انا بالنسبة لي ما بطلعش منتج تراديشنال او منتج تقليدي اللي هو موجود في كل السوق. طيب انا بالنسبة لي لما طلع رافع مناعة مش هطلع رافع مناعة تقليدي، لازم يبقى فيه فكرة. الفكرة دي استخدمها. رحنا عملنا كوليكت داتا وجمعنا المعلومات من كل السوق. طب ايه اللي احنا ممكن نستفيد منه؟ احنا عندنا خلاصات عشبية، عندنا مجموعة من الزيوت العطرية والطيارة ممكن تفيدنا في الموضوع ده، عندنا الليكتين ممكن يفيدنا بالكلام ده، عندنا الفيتامينات والأملاح ممكن تفيدنا بالكلام ده. قعدنا شغالين حوالي من 6 ل 9 شهور عشان نطلع تركيبة كيميائية. بحث وتطوير. بالضبط.
فاحنا بالنسبه لينا عملنا المنتج اللي هو اسمه 100 مليون فورت. ال 100 مليون فورت ده عباره عن زيوت طياره وزيوت عطريه كارفاكرول ومنتول وتيمول وسايم اويل وكابساسين، مجموعه كامله مع لكتين مع خلاصه نبات الاخنيسيا او الاشنيسيا بالانجليزي مع مجموعه من فيتامين اي وفيتامين سي والاملاح اللي هي بتحفز المناعه بنقول بالعربي. كل ده حطيناه في منتج واحد واشتغلنا عليه والحمد لله جبنا نتائج كويسه جدا 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 جدا. صدرت يا دكتور من هنا؟ احنا بقالنا دلوقتي بفضل الله من سنه في اواخر 21 بعدين تصدير من هنا بنصدر والريتم طالع في الصاعد الحمد لله. والحمد لله بصعود مستمر. السوق الافريقي طبعا. بالضبط، احنا بدانا نستفيد من الاتفاقات اللي الحكومات المصريه عملتها المتعاقبه، استفدنا من الاتفاقات دي، بنفس الوقت استفدنا من موقع الجغرافي للبلد، وغير ده كله ان احنا مش بس بصناعتنا خففنا من الدولار اللي عم يطلع بره بالاستيراد، لا ده احنا جبنا دولار للبلد برضو من خلال التصدير. يعني انا بالنسبه لي لما اوطن صناعتي واجي اصنع دواء بيطريه هنا بدل ما انا كنت بستورد من سوريا من مصنعي في سوريا، لا انا بدل ما اطلع الدولار بره انا بصنع هنا بوفر من صرف الدولار وبنفس الوقت دلوقتي بصدر وبجيب دولار، وان شاء الله اللي جاي احسن باذن الله تعالى. العراق بتمتلك النهارده مشروع دواجن عملاق اسسته شركه الاتحاد العراقيه، استثمارات تجاوزت 2 مليار دولار و90% من خبراء المشروع من مصر، حاجة تشرب بجد. تعالوا نتعرف على ملامح المشروع من المهندس محمد بركات مدير مشروع الأمهات في شركة الاتحاد للإنتاج الداجني في العراق. عشان الناس تعرف بس ان المصريين بيشرفوا في كل مكان وان خبراتنا في صناعه الدواجن منتشره في الوطن العربي. الحمد لله. المهندس محمد بركات حضرتك مدير مشروع الامهات في شركه الاتحاد بالعراق. تمام. ده اكبر مشروع دواجن في الشرق الاوسط بالكامل، حجم الاستثمار 2 مليار دولار. صح ولا لا؟ ده حقيقي. احنا عندنا المشروع على مساحه 650 كيلومتر مربع، بخلاف مساحة الجدود نمتلك الجدود خاصة بالشركة، عندنا مزارع أمهات. ده سلالة إيه بقى؟ سلالة روس 308. عندنا 36 مزرعة أمهات طاقة. كم أم؟ 2,700,000 أم. ما شاء الله. مخطط إن شاء الله إن احنا نعدي 230 مليون بيضة سنويا. عندنا طاقة إنشائية 60 محطة تسمين، حوالي 30 مليون طائر في الدورة الواحدة في 5.5 إلى 6 دورات في السنة. عندنا حوالي من 5 إلى 6 مليار بيضة مائدة سلالة لومن. عندنا مجزر، مجموعة مجازر بتذبح يوميا 850 ألف طائر يوميا. عندنا القطاع الخدمي، المصانع بيخدم ده كله مصنع آلاف خاص بالشركة. عندنا 4 معامل تفريخ، معملين تسمين ومعمل جدود ومعمل بياض. السيطرة على الكلام ده ازاي؟ السيطرة على الكلام ده من خلال قطاعات، احنا مجموعة من المديرين المصريين. كل القطاعات مديرين مصريين؟ كل القطاعات معظمها مديرين مصريين. يعني انا بمثل قطاع الأمهات، مسؤول عن مشروع الأمهات بالكامل. يعني حضرتك مسؤول عن 2,700,000 أم. ايوه تمام تمام. الحمد لله، يعني احنا محققين ارقام في سلالة الرس وفي سلالة كوب. قبلها كنا عمال جدود بتاعنا كانت بتنتج، اشتغلنا في 10 قطعان كوب. الحمد لله يعني حققنا ارقام فيها متوسط العشر قطعان 155 كتكوت للام على 61 اسبوع 62 اسبوع. الرس الرس ما شاء الله احنا لغاية دلوقتي 18 اسبوع فوق ال 80%. لسه مفيش قطعان رص كملت انتاجيتها وخرجت، ولكن احنا اعلى في الهن دي يوميا ما يعادل من 7 الى 12% انتاج يومي. العراق ما كانتش دوله قويه في الدواجن، صح ولا لا؟ صحيح. ايه سبب الطفره دي؟ الطفره دي هو في نشاط داجني يعني ملحوظ في العراق في الفتره الاخيره. دوله اهتمت ولا قطاع خاص؟ الدوله والقطاع الخاص يهتموا الاثنين. القطاع الخاص، الشركة اللي احنا فيها حضرتك دي شركة قوية اسمها شركة الاتحاد للصناعات الغذائية المحدودة، شغالة في مصانع سكر، في مصانع زيت، في مصانع أعلاف، في مصانع استخلاص زيت، في مصانع تمور، ودخلت في صناعة الدواجن وقدرت تستقطب الخبرات اللي موجودة في السوق المصري وفي الوطن العربي ومعنا خبرات أخرى. إيه الفرق بيننا وبينهم في إدارة مشروعات الدواجن؟ والله هم دولة كبيرة جدا في الصناعة. طبعا الإخوة العراقيين يعني احنا
بالنسبة ليها دولة شقيقة، اللغة بتاعتنا واحدة، ولكن هما لغتهم في الإدارة أقوى مننا شوية، في إدارة حازمة، في إدارة فنية قوية جدا، كل واحد عارف دوره، هو مرسوم له دوره بيعمل إيه من خلال لائحة بتنظم العمل داخل الشركة. دي رقم واحد. رقم اتنين، اهتمام بالأمن الحيوي. الحاجة التانية حضرتك، استقطاب الكفاءات نفسها على رأس كل مشروع، في كفاءات قوية جدا. احنا على طول في ميتنج زوم، وفي تبادل خبرات حتى مع السلالات، سواء الأخوة الأجانب أو الأخوة المصريين أو أي أخ أو أي حد هنقدر يضيف لنا خبرات أو نضيف له خبرات، ما فيش مشكلة. الإدارة منفتحة على كل الآراء، ولكن بناخد الرأي الأصوب والرأي الأفضل للتشغيل. صناعة الدواجن في مصر في أزمة، احنا كلنا عارفين، كانت كنت وصل لخمسين جنيه، كل المدخلات غالية، العمالة بقت تكلفتها عالية جدا، السعر كيلو لحم 80 جنيه على باب المزرعة، يعني المربي قدامه مسافة بسيطة جدا، لازم يربي ويحقق ربح عشان يقدر يكمل. صح حضرتك. ايه السبب اللي احنا فيه ده؟ صناعة الدواجن عموما احنا في مصر هي صناعة مستوردة، احنا ما علينا اللي احنا بنستورد من بره ونرجي نشتغل داخل مصر. لازم امتلك رقم واحد ما يساعدني على تقليل التكلفة. 70% من التكلفة علف، بل ممكن تعدي دلوقتي. النهاردة سعر الكتكوت وصل 50 جنيه لقلة الجدود، وبالتالي قلة الأمهات. صحيح. وبالتالي قلة كتكوت التسمين. المعروض قليل، الطلب كتير. احنا شعب كبير مش شعب صغير. صحيح. وعندنا طاقات بشرية جبارة، وعندنا كفاءات نقدر نعتمد عليها داخل مصر، بس مش قادرين نستغلها. ده رقم واحد. رقم اتنين، لازم أزرع ذرة، لازم أوجد بدائل للعلف اللي موجود، لازم أعمل ثورة في صناعة الأعلاف، لازم أطلع علف بكواليتي كويس، لازم أطلع كتكوت بكواليتي كويس، لازم أتحكم في الأمراض اللي موجودة، يعني مش أي فاكسين بدخله، لازم أسيطر على الأوبئة والأمراض، لازم أعمل أمان حيوي كويس، لازم أعمل مواصفات كويسة جدا وأحرص عليها كدولة إنها تتنفذ في الشروط الصحية اللي موجودة في مزرعة الدواجن. ده اللي مفروض نعمله. زائد ان احنا لازم كل واحد فينا شغال في صناعة الدواجن يشتغل على نفسه، لازم تطور ادائك، لازم تعلي من مهاراتك، سواء كانت مهارات ادارية او مهارات فنية. صحيح. والاتنين مطلوبين، ولازم يبقى في كونتاكت ما بين الرعاية البيطرية وادارات التشغيل اللي هي المانجمنت. صحيح. الاتنين لازم يتوافقوا. تخيلوا جذور نبات الاسبراجالس تقدر توقف انتشار وتكاثر أشرس فيروسات أمراض الدواجن زي النيوكاسل والجمبورو والإتش ناين والأدينو. هيشرح لنا التجربة العلمية اللي ممكن تعمل ثورة في مواجهة أمراض الدواجن الدكتور باسم عبد الحميد، رئيس قسم الفيروسات في كلية الطب البيطري بجامعة القاهرة. ركزوا معاه. دكتور، حضرتك عملت تجربة مهمة جداً على فيروسات مدمرة لصناعة الدواجن في مصر، وهي الجمبورو والإتش ناين، وعندك النيوكاسل وغيرها من الفيروسات. قللت تكاثر هذه الفيروسات بمركبات. حضرتك كنت بتجرب، هل ينفع ولا ما ينفعش؟ هل هتقدر تمنع التكاثر ولا لا لهذه الفيروسات؟ ونجحت. مظبوط. ممكن أسمع التجربة بالتفصيل؟ أي مستحضر بيتقال إن له تأثير مردد للفيروسات، له مجموعة من التجاوب بتتعمل عشان تثبت التأثير ده، والتجاوب دي بتتم في الأساس بفيروسات حية قادرة على التكاثر في حاجة اسمها نظام عائل. ففضلنا ان احنا نستعمل نظام العائل SPFX. فبدأنا ان احنا يعني بيض خالي من المسببات المرضية. بالضبط كده. البيض الخالي من المسببات المرضية بيحقق لي ميزتين في الشغل، ان هو مفهوش مناعات أمية من القطعان، لان امهات البياض اللي تنتج البيض ده ما بتتحصنش، وبالتالي انا باخد هذا البيض وانا مطمن ان ما عنديش اي اجسام مضاده، وبالتالي لما بحقنه فيروسات باخد احسن يلد من الفيروس، وفي نفس الوقت باخد تاثير الفيروس بشكل مباشر لان ما فيش حاجه بتعطله. والميزه الثانيه ان ما فيش امراض منتقله راسيا، يعني ما تكونش الامهات مصابه بشيء فبتنقله خلال البيضه للاجنه اللي هي هتبقى بعد كده كتاكيت. فاشتغلنا بالنيوكاسل الضاي الجينوتايب 7، حققناه جوه البيض، وده معروف ان هو بيموت في خلال من 36 ل 48 ساعه بحد اقصى،
وده يمكن كانت احسن نتائج خدناها. احنا الفيروس كان معانا التايتل بتاعه اللي هي العيائيه بتاعته 9.5 تمام، حققناه لوحده فتمام هو 9.5، حققناه مع المستحضر بقى 3.5. وبعدين احنا لو بصينا ان عيائيه الفيروس دي بالتين فولد اللي هو بمضاعفات العشرة، يعني 9.5 يعني واحد وقدامه 9 أصفار أو كمية أكتر من 1.9، تم اختزالها لواحد وقدامه 3 أصفار. يعني أنا نزلت تقريبا بالحساب كتقريبيا من 5 مليار فيروس ل5000 فيروس. فطبعا ده تأثير قوي جدا 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 على مستوى المعمل بالنسبة لنيوكاسل. لما جينا عملنا التجربة دي مع الـ H9، فعندنا احنا معزولة معينة بتاعتنا في قسم الفيروسات في الكلية بتموت تقريبا من 25-40% من بيض الدجاج المخصب الخالي من المسببات المرضية. فبرضو حققنا العيتها دي، وكان العيائية بتاعتها 9.3 تمام، ولما حققناها مع المستحضر نزلت ل6.4. يعني برضو حصل عندي اختزال في كمية الفيروس كأني قسمت التركيز على 1000. دي مركبات يا دكتور دي اللي احنا استخدمناها؟ المركبات دي مستحضر نباتي من جذور نبات اسمه أستراجيلس. جاي منين؟ يعني جاي من الصين. من الصين؟ جاي من الصين. شركة مصرية اللي جايباه؟ شركة مصرية اللي جايباه. الفكرة ان مجرد ما خففنا الحمل الفيروسي تطور المرض بيقل، مقاومة الطيور بتتحسن. ليه؟ لان انا بدي فرصة لجهاز المناعة يبدأ يتعامل مع الفيروس. فاستخدام المستحضرات دي ممكن ينفعني في حالتين، لو انا عامل خريطة وبائية للمزارع بتاعتي وعارف ان انا في توقيتات معينه في رينج، مثلا انا مثلا بقول ايه مثلا من 15-20 بيبقى في الغالب عندي اصابات نيوكاسل تمام، فانا ممكن استخدم ده بشكل وقائي. ده في العلف ولا في ميه الشرب ولا فين بالظبط؟ ليها استخدامين، في استخدام عن طريق ميه الشرب وفي استخدام انها تتحقن. فانا بقول لسيادتك في الباك يارد الامريكان فعلا بيستخدموه وبيدوه للفراخ. حتى هما بيقولوا سبحان الله النبات نفسه الجزء الخضري منه توكسيك للدواجن، والجذور نافعة جدا ومرضى للفيروسات، وفي بحوث أثبتت أنه هو بيقضي تماما على الـ H9 وعلى الميريك وعلى النيوكاسل. فالبحوث دي موجودة بالفعل منشورة، مش احنا اللي عملناها، ولكن احنا أكدنا جوه معمل الفيرولوجي فطب بيطري القاهرة أن المستحضر ده تمام، العينات اللي جات لنا منه فعالية كبيرة بشكل كبير قوي. النيوكاسل في الأساس، لو هنرتبهم النيوكاسل في الأساس ثم الأدينو ثم الـ H9 ثم الـ IBD. تشاهدون بعد قليل. حضرتك بتصنع الهيتر والمبردات الخاصة بمزارع الدواجن والصوب الزراعي. أنا ماشي مع التطور. إيه اللي خلى النائب محمد الصالحي يتجه بعد تخرجه من كلية الطب البيطري إلى هذا المجال؟ حضرتك النهاردة من أهم الناس اللي بتوفر كل خامات العلاف، إضافات العلاف من أكبر شركات العالم. الآن تشاهدون. حضرتك بتصنع الهيتر والمبردات الخاصة بمزارع الدواجن والصوب الزراعي. أنا ماشي مع التطور. إيه اللي خلى النائب محمد الصالحي يتجه بعد تخرجه من كلية الطب البيطري إلى هذا المجال؟ حضرتك النهاردة من أهم الناس اللي بتوفر كل خامات العلاف، إضافات العلاف من أكبر شركات العالم. اللي قدام حضراتكم ده هو الأستاذ محمد سالم، رئيس شركة سالم لتصنيع أجهزة التدفئة والتبريد والمراوح والشفاطات، وطبعاً هي خاصة بصناعة الدواجن والإنتاج الحيواني والصوب الزراعية. 34 سنة بيصنع ويطور معداته، ووصل ل90% مكون محلي في التصنيع، وأسعاره 25% من المستورد، وقطع الغيار متوفرة لأنه هو اللي بيصنعها بنفسه، وبيدي ضمان سنة على معداته. ركزوا معاه. أستاذ محمد سالم، أولاً حضرتك مفاجأة لينا.
وده انا بعتذر لك على كده، لان انت عمرك النهارده في الصناعه 34 سنه. ايوه يعني من اول الشعله من 34 سنه. أيوة. واللي وقتها كانت قمه التقدم في الصناعه. طبعا. لغايه النهارده الهيتر المحترم ده، حضرتك بتصنع الهيتر والمبردات الخاصه بمزارع الدواجن والصوب الزراعيه. كلمنا بقى عن صناعتك كده، وقطع غيرنا قد ايه، وضمننا قد ايه، شجع الناس كل حاجه نقدر نعملها هنا. هو طبعا احنا طبعا من البدايه خالص، من ايام ما قالوا في مزارع دواجن، التدفئه طبعا كانت عباره عن شعل وكانت ماشيه يعني. طبعا في تطور، انا ماشي مع التطور، فبدات المعدات تيجي بره، في حاجات حديثه، فبدانا نحدث في شغلنا لحد ما وصلنا ان احنا عملنا حاجه اعلى من المستورد. انت قلت لي معلم في الشغلانه ما بيتعملش غير معاك. دكتورنا زكريا الشناوي يعني. لا ده معلم شركة في الشغلانه طبعا، الدكتور عبد المنعم العناني وشركه مصر العربيه والناس كبار يعني بيعتمدوا على حضرتك في اجهزه التدفئه بتاعه المزارع. يعني برضه من ضمن الحاجات ان احنا نقول ان الناس ديت هي سبب تشجيعي. طب انت النهارده وصلت لنسبه مكون محلي قد ايه في المراوح واجهزه التدفئه؟ تقريبا يعني مش عايز اقول لك ان في حاجات وصلت ل 100%، وفي حاجات 90% حاجات بسيطه جدا بدانا نستوردها، لان كانت الاول مثلا البرنامج بتاع الهيتر ده كنا بنجيبه مستورد، فبدانا نفكر ان احنا بدل ما نطلع من الشغل خالص ان احنا نصنع كل حاجه. والحمد لله دلوقتي التكنولوجيا اتطورت، وفي مكن سي ان سي وفي الليزر، والمكن بقى متوفر في مصر، فبالتالي انا مش محتاج ان انا ممكن اعمل كل حاجه دلوقتي، ممكن اصنع اي حاجه. التكنولوجيا ما عادتش اي حاجه في التهويه والتبريد، التبريد والمراوح الخاصه بالمزارع. المراوح الضخمه دي حضرتك بتصنعها بالكامل؟ انا بصنعها كلها يعني، حتى الريشه بتاع المروحه، وعندي جهاز اتزان بالكمبيوتر مش موجود حتى في المراوح الصين المستورده. صنعنا ده وحضرتك بتقول منافس قوي جدا. ولما بسالك نفذته في كم مزرعه قلت لي لا ما اقدرش اعدهم، ده كتير قوي. كتير صح ما شاء الله عليك. يعني طيب التكلفه بتاعتنا قد ايه النهارده؟ 25% من ثمن المستورد، ده غير بقى ان انا عندي قطع الغيار برضو 25% من ثمن المستورد. وعندك ستوك تقدر تجهز اي مزارع النهارده في التطوير بتاعها؟ تطور. عارف النهارده عمليات انشاءات كتير جدا في مزارع الدواجن. ايوه وبعدين احنا بنطور القديم يعني، حتى القديم بنطوره يعني، حتى اللي عنده قديم، لان طبعا الاستهلاك هنا اقل كتير. يعني دي مميزاتها، احكي لي. يعني دلوقتي انت حضرتك التدفئه مثلا اللي بيدفي بالسولر مش اقل من 1000 جنيه يومي. يوميا. هنا لا، ممكن 200 جنيه. من أهم الخبراء اللي ساهموا في تأسيس صناعة الدواجن المصرية هو الدكتور محمد الصلحي، رئيس مجموعة الصلحي لخامات وإضافات الأعلاف، وعضو مجلس الشيوخ المخضرم، وهو وكيل لكبرى شركات العالم المتخصصة في الخامات وإضافات الأعلاف الخاصة بالدواجن والإنتاج الحيواني، تسمين وألبان، وكمان الأسماك. قصة نجاح كبيرة فعلاً، ركزوا معاه. سيادة النائب الدكتور محمد الصلحي، إيه اللي خلى النائب محمد الصلحي يتجه بعد تخرجه من كلية الطب البيطري إلى هذا المجال؟ حضرتك النهاردة من أهم الناس اللي بتوفر كل خامات الأعلاف، إضافات الأعلاف من أكبر شركات العالم. احنا هنسمع العجب من الشركة دي النهاردة، صح ولا لأ؟ العالم بيفكر إزاي عشان يطور الإنتاج الحيواني والداجني والسمكي. أسمع الحكاية من حضرتك الأول. أنا تخرجت من كلية الطب البيطري سنة 1981، بدأت من سنة 82 تقريبا، وأثناء وجودي في الخدمة مع بداية ظهور صناعة الدواجن في مصر. مع بداية أي كانت فترة ذهبية، وكان مزارع الدواجن بدأت تنتشر بشكل كبير جدا. عملنا خطوات متسارعة كانت محل إعجاب ناس كتير جدا، وأصبحت شركة الصلحي يعني في فترة بسيطة محل يعني نظر واهتمام الكثير من العاملين في هذا المجال، وخاصة شباب الأطباء البيطريين. الحمد لله انطلقنا في السوق المصري في حتة توريد المستلزمات الإنتاج، استمرينا وبدأنا نعمل يعني نقلات نوعية طبقا لحجم انتشارنا وتوسعنا في السوق. بدأنا حلقة الاستيراد المباشر من الخارج سنة 94. سنة 2000 بدأنا نكون شركات أخرى بجانب شركة الصالح للإنتاج الداجيني، وعندنا كيانات الحمد لله معقولة ومن الكيانات المعروفة في على مستوى مصر يعني في مجال التربية والإنتاج والآخره. لكن إحنا عايز أقول إن إحنا مركزين أكتر قوي في فكرة توفير مكونات ومستلزمات. أنت شايف إنها حلقة من الحلقات اللي هي مؤثرة جدا، خاصة لو أنت دائم البحث عن كل ما هو جديد، دائم البحث عن المنتج اللي هو فيه يعني حداثة، المنتج اللي هو أكثر تأثير في مجال الصناعة، خاصة لو هذا المنتج
يعني المنتجات اللي بتأثر على سرعة النمو طبعاً. سرعة النمو أو كفاءة الإنتاج أو صحة المنتج النهائي. فدائماً إحنا بنبقى حريصين على أن إحنا نستخدم هذه المنتجات تباعاً. إحنا النهاردة محتاجين نوعية تنظيم صناعة الدواجن، محتاجين أراضي للتوسعات. يعني كان عندنا خريطة استثمارية راحت فين؟ ليه ما تضفلهاش أراضي جديدة؟ محتاجين استمرار توفير الدولار عشان نجيب خامات الأعلاف، لأن ده أمن غذائي فلازم يبقى متوفر. إحنا النهاردة بنعاني من اللي حصل من سنتين، صح ولا لا؟ مظبوط صح. ما عندناش كتكوت، طب السبب إن إحنا ما دخلناش قطعان. مظبوط صح. الأمور سهلة لو عندنا قاعدة بيانات بالصناعة. ما عندناش لغاية النهاردة قاعدة بيانات بالصناعة. حرايك إيه؟ انت حضرتك كأنك بتغششني، انت مذاكر بقى زينا بالظبط يمكن اكتر مننا. انا معاك في الصناعه. هو مشكلتنا الحقيقيه فعلا في صناعه الدواجن، انت سيادتك بدات انها كلمه هي منظمه، احنا بنحاول نخليها منظمه، لكن هي لغايه دلوقتي صناعه غير منظمه. الجزء المنظم فيها بيزيد يعني لو بصينا الجزء المنظم في الصناعه النهارده ممكن نلاقيه مثلا 30-40%، كان من سنين بسيطه ما يجيش 10-15%. صحيح. فلا احنا في طريقنا لده، وفعلا الكيانات الجديده اللي بتنشا والكيانات القائمه حاليا بدات تتوسع بشكل يعني اكثر تنظيما، والكيانات الكبيره معروفه ومعروف طاقاتها، وبالتالي سهل قوي على يعني الدوله او سهل على الجهه المختصه ب يعني عمل قاعده بيانات دقيقه للصناعه انها تبدا بالكيانات المنظمه هذه. اما باقي المشكله مع الكيانات، هيكون مع الكيانات البسيطة الغير منظمة. تعالوا بقى نقابل الدكتور عماد محمد عبد النظير، المدير التجاري لمجموعة الصلحي لخامات وإضافات الأعلاف. ركزوا معاه لأنه لقاء شديد التخصص ومذهل، وهيكشف إزاي العالم بيتحرك لخفض تكلفة الإنتاج الحيواني والداجني والسمكي من خلال الأعلاف اللي بتتحكم في 70% من التكلفة، وبتقدر تفجر الطاقات الوراثية الكامنة في الطائر والحيوان وحتى في الأسماك. ركبت العلب دي، العلب بيعمل فيها إيه؟ عشان يفجر كل الطاقات الكامنة اللي جوه الفرخة والسمكة والبقرة اللي بتنزلها اللبن واللحمة. العلب بيتعامل مع الحيوان دلوقتي كوحدة إنتاج. صحيح. طبعاً في البداية علماء الجينات بدأوا من هم يشتغلوا يحسنوا القدرة الجينية والمحتوى الجيني علشان الحيوان أو الطائر ينتج أقصى قدرة ممكنة، أو زي ما حضرتك قلت كده يفجر كل الطاقات الممكنة. دور العلماء التغذية أو خبراء التغذية إن هو بيبدأ إن هو يوفي الاحتياجات اللي تقدر تدخل في التمثيل الغذائي بتاع الحيوان أو الطائر علشان يقدر يواكب القدرة الجينية الجبارة اللي موجودة دي. ممتاز. فبالتالي بنبدأ إن إحنا كمجموعة شركات الصلحي وشركات كتيرة موجودة في القطاع، إحنا بنعتبر حلقة الوصل ما بين ما آخر ما توصل إليه العلم في مجال التغذية وما بين العملاء بتوعنا وما بين المربين والمنتجين. إزاي بقى؟ إيه الجديد؟ الجديد حكاية الطحالب اللي بقت منتشرة أنا أقول لك في تركيبة الأعلاف. أنا هدي لحضرتك أكتر من مثال. عندنا المثال الأولاني اللي حضرتك ذكرته اللي هو القصة بتاعت الطحالب. يمكن من ضمن الحاجات إنه أنا في المواشي عايز زي ما قلت لحضرتك أعظم الإنتاجية، فبالتالي أنا ببدأ أزود العلف المركز بحيث يبقى فيه طاقة عالية، فيه بروتين عالي. طيب الكلام ده الكرش لوحده اللي هي المعدة بتاعت الحيوان المركبة مش قادر ان هو يواكب ده، فبالتالي ممكن يحصل عرض جانبي اللي هي الحموضة. وجدوا انه الطحالب من ضمن ادوارها انه القوة بتاعتها على ان هي تعادل الحموضة ضعف البيكربونات، فبالتالي انا ببدأ اشتغل او محتاج بس نص الكمية من المنتج ده علشان خاطر اوصل لنفس المعدل، بل بالعكس افضل. طب ليه افضل؟ لانه بدل ما كنت بشتغل ساعة ونص ساعتين بس، لا ده انا بشتغل على مدار 8 ساعات، فبالتالي وده يقلل التكلفة. وده يقلل التكلفة بالظبط كده. فده مثال. في مثال تاني ان انا ممكن ببدأ اشتغل بيه حاجة زي بدايل الخامات، في جزء فيه خاص بالاضافات وفي جزء خاص بالخامات نفسه. يعني في بديل للذرة والصويا بالظبط كده يا فندم. يعني مثلا الصويا على سبيل المثال ده مصدر بروتين، في محتوى من الاحماض الامينية ممتاز خاصة الميثيونين واللايسين، ودي الحاجات اللي هي الأساسية اللي الحيوان والطائر بيبقى محتاجها. طيب في بعض الحاجات اللي بتعوق الهضم بتاع البروتين بتاع الصويا، بدأ تطلع حاجات تشتغل عليها، منتجات تكسره تكسر الحاجات العوائق ديت، وبالتالي تحسن زي الإنزيمات
والانزيمات بقت موجودة، سواء اللي تخص البروتين أو تخص النشويات ببدأ إن أنا إيه أشتغل عليها بالإنزيمات وكسرها. إحنا دايماً بنحاول ندور، فجبنا الدي دي جي إس اللي هو مستخلص تقطير الذرة وبدأنا إن إحنا نشتغل بيه، والحمد لله عمل نتائج كويسة جداً مع الناس. وبرضو في رحلة البحث لقينا إنه كمان في حاجة ممكن تبقى أفضل من كده، اللي هو مستخلص منتجات أو تقطير الرز، اللي خدت بروتين الرز بعد عملية التقطير وباخد منه السيرب بتاعه، أنا البروتين ده ببدأ إن أنا أخده واستخدمه. بالإضافات اللي حضرتك بتكلم عليها دي أقدر أوصل لمعامل تحويل قد إيه في الدواجن؟ يمكن في التسمين. يمكن أنا أظن دلوقتي كل قد إيه حالي قد إيه؟ يمكن احنا دلوقتي في معاملات التحويل يمكن وصلنا ل واحد ما بين 1.3 من 10 ل 1.4 من 10 معامل تحويل في الدواجن وفي انتاج الالبان. يمكن في انتاج الالبان دلوقتي لا في مزارع ما شاء الله يمكن حققت 1.6 وفي في في بعض الالبان قد ايه كام لتر يوميا معدل او متوسط في يومي؟ لا في مزارع كسرت ال 40 لتر لبن في اليوم. بكره هنكمل مع حضراتكم رحلتنا في معرض أجرينا الدولي بحثا عن الفرص الواعده في صناعات الانتاج الحيواني والداجني والسمكي. هنتعرف على احدث تكنولوجيات التربيه والانتاج، وهنعرف ان وجود قاعده بيانات بكل صناعه وخريطه وبائيه دقيقه بالامراض واستمرار توفير الدولار لاستيراد مستلزمات الانتاج الحيواني والداجني والسمكي هو السبيل الوحيد لتحقيق الامن الغذائي من البروتين الحيواني. تشاهدون في حلقة السبت شرحنا كيف يفكر الدكتور عبد المنعم العناني عنوان الجودة في مصر. يا دكتور، هي مصر 238 مليون فدان، احنا حاليا مستغلين 10 مليون او 12 مليون فدان، لكن احنا نقدر نوصل ل 40 مليون فدان، فاحنا عندنا مساحات شاسعة. عايز اعرف بنقدم ايه للسوق المحلي في صناعة الدواجن؟ ايه المعدات الجديدة؟ لو جينا اتكلمنا على معدات دواجن فكل الشركات تقريبا بتنتج معدات متشابهة، انما بيختلف ان يبقى في فكرة جديدة تساعد المربي وتساعد المنتج. احنا عندنا تحدي كبير قوي، عندنا 20,000 مزرعة على الأقل عايزة تتطور، تقدروا تساعدونا في الكلام ده؟ طبعا، أي حد عريس، أي حد يعني حاسس إنه محتاج طاقة يأكل دراجون. بنزاحة زي دي بنزاحة زي ما هي هذا الدراجون ساحر. احنا عادي في مكان خلاب، المصانع الزراعية وزغانم جوه الحقول، بمعنى أما أوفر 500 هكتار، 500 هكتار يعني ما يقرب من 1000 فدان 1200 فدان.